أهلا بكم من جديد. بادرت هيئة الحشد الشعبي في محافظة ديالى بتوزيع السلات الغذائية لمصابي مرضى كورونا دعما للمؤسسات الصحية في مواجهة هذا الوباء. بهدف دعم الجهات الصحية في ردهات المصابين بفيروس كورونا، نظمت هيئة الحشد الشعبي في ديالى حملة توزيع سلات فواكه التي تقوي الجهاز المناعي للمرضى في ردهات المصابين، وداخل كل سلة رسالة سلام وتطمين لرفع المعنويات لديهم. هذه السلة فيتامينات تساعد على هذا المرض وإن شاء الله تقضى عليه. إن شاء الله دعم إلى صحة ديالى وإلى المرضى الموجودين بالحجر. هذه السلة لم تقتصر فقط إلى فواكه، وإنما هناك رسالة داخل هذه السلة. هذه الرسالة تحمل رسالة اطمئنان للمصابين بأن أبناء الحشد الشعبي معكم في السراء والضراء، مستمرين في هذه الحملة. القائمون على ردهات مرضى جائحة كورونا ثمنوا هذه المبادرة، مناشدين الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية والتعاون مع الكوادر الطبية. والله احنا مشكورين جدا من هيئة الحشد على هاي المبادرة الحلوة لإرسال فيتامينات من فواكه مملوءة بالفيتامينات اللي بالحاجة الماسة إليها المريض. بس المواطن يلتزم بالحجر، يقعد بالبيت على ينتبه على أفراد عائلته. جاءت هذه المبادرة من قبل هيئة الحشد الشعبي لدعم الكوادر الصحية في دار الصحة ديالى من خلال تقديم وجبات الفواكه المدعومة بالفيتامينات للمصابين بفيروس كورونا في الردهات الوبائية المنتشرة في عموم مدينة معقوبة. من محافظة ديالى، دريد المعموري، العراقية الإخبارية. ينضم معنا من البصرة مراسلنا محمد حسن للوقوف على آخر المستجدات هناك. محمد، مساء الخير. ضعنا في جديد أعداد الإصابات حتى هذه الساعة في البداية. بالنسبة للموقف الوبائي لمدينة البصرة اليوم لم يصل لحد هذه اللحظة، لكن خلال 24 ساعة الماضية سجلت مدينة البصرة رقم كبير جدا، 242 إصابة، رقم جدا عالي على الرغم من حظر الصحي الذي فرضته خلية الأزمة خلال ثلاثة أيام مضت. بالنسبة إذا أردنا أن نتحدث عن الالتزام بحظر التجوال في المدينة، هنالك تفاوت في الالتزام. بالنسبة لمركز المدينة نستطيع القول هناك التزام جيد جدا لا بأس به، معظم الشوارع طبعا فارغة، القوات الأمنية مسيطرة على الوضع، كل الأمور بيد قبضة الدولة لحد هذه اللحظة، لكن أطراف مدينة البصرة لحد هذه اليوم هنالك تفاوت بالالتزام. طبعا بقى اليوم الموضوع هو بيد المواطن نفسه. اليوم المواطن يؤدي أكثر من نصف المهمة في طبعا القضاء على فيروس كورونا. الحكومة فقط، الجهات الأمنية فقط عليها أن تقطع الطرق وتوجه المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال. بالنسبة للأسواق، وهنالك طبعا سماح للأسواق والمواد الغذائية خصوصا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد هذا يتم طبعا إيقاف هذه المحلات وتعود بقية المدينة إلى القطع المستمر لحظر التجوال. نعم. طيب محمد، يعني ضعنا أيضا في صورة يعني واقع المستشفيات في محافظة البصرة، الطاقة الاستيعابية لها، الكوادر الطبية، خصوصا أن هناك إصابات كثيرة أيضا في الكوادر الطبية في البصرة. بالطبع طبعا إصابات كثيرة بالنسبة للكوادر الطبية في مدينة البصرة. هذه الأمور طبعا صعبة المهمة على الكوادر الطبية لمكافحة جائحة كورونا. طبعا أكثر من مستشفيات اثنين اليوم تم تفريغها إلى هذه خصصت إلى إصابات جائحة كورونا، إضافة إلى المناطق الحجر في المدينة الرياضية. طبعا تم إضافة سرة جديدة، أكثر من 500 سرير تم إضافتها في فنادق المدينة الرياضية. بقية المستشفيات في المدينة طبعا تم إبعادها بشكل كبير عن حالات الإصابات. هنالك طبعا دعوات بأن عدم الذهاب في حال الشك بأنك مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات العامة، فقط المستشفيات التي خصصت لاستقبال المرضى. نعم. إذا هناك تعاون من المواطنين أيضا، هناك زيادة في الوعي خلاف الأيام السابقة. بالطبع هنالك تعاون كبير ما بين المواطن وما بين القوات الأمنية
وخلية الأزمة، وطبعا الأطباء في مدينة البصرة يحاول طبعا الالتزام التام بحظر التجوال خلال طبعا نستطيع القول أو نحصرها بشكل كبير في مركز مدينة البصرة. بقت فقط الأقضية والنواحي وأطراف المدن، هنالك التزام متفاوت بها، لكن هنالك نقطة تحتسب لمدينة البصرة وهي ارتفاع درجات الحرارة. هذه طبعا من المعروف أن مدينة البصرة تنشط خلال الفترة المسائية، خلال الفترة المسائية يكون هناك حظر للتجوال، لكن فترة النهار وبارتفاع درجات الحرارة قلل بشكل كبير من انتشار المواطنين بالشوارع. نعم. إذن محمد حسن كنت معنا من محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك. أعلن تحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار أنه حدد مصانع أدوية لديها القدرة على إنتاج 4 ملايين جرعة لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا سنويا. وأعلن جيمس روبنسون أنه يعتزم اختيار مصنعين أو 3 لتصنيع كل لقاح. وقال روبنسون أن هناك إمكانية إنتاج 2 ملياري جرعة كحد أدنى لما يمكن إنتاجه في الفترة الحالية، وأنه سيزداد العدد ليصل إلى 4 ملايين جرعة أو جرعة لقاح. بلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 482 ألف حالة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 9,400,000 شخص حتى الآن. ووفقا لآخر أرقام وبيانات جامعة جونز هوبس، بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، الدولة التي تتصدر قائمة أكثر المتضررين، حوالي 122,000 حالة، وتم تسجيل 2,381,000 إصابة. مشاهدينا الكرام، وبالعودة لمتابعة الملف الصحي في ذي قار، ينضم معنا حسين الكنزاوي عضو خلية الأزمة في المحافظة. مرحبا بك سيد الكريم، هل ما زال هناك نقص في الأكسجين بالمحافظة؟ تفضل. السلام عليكم، شكرا لاستضافتكم في العراقية في استضافتنا في العراقية لتوضيح بعض الأمور حول أزمة كورونا ودور الأكسجين في أزمة كورونا وأزمة الناصرية في نقص الأكسجين. صراحة وبدءا لسؤالك، الأكسجين يعني تقريبا يعني في طريقة إلى الحل، يعني في الناصرية أو قد أصبح قريب من السيطرة على هذا الموضوع من نقص الأكسجين. لا شك أنه أزمة كورونا أزمة عالمية أو كونية، يعني ما تعرضت البشرية بتاريخها إلى هكذا أزمة أو إلى هكذا وباء. يعني احنا نسمع عن الإنفلونزا الإسبانية وما أصبح منها في العالم ما من ضرر سنة 1918، وهذا درسناه في الكتب، لكن الآن شاهدنا أزمة كورونا كيف انتشرت بالعالم وكيف الأنظمة الصحية التي هي مراجع لنا في الطب قد ضعفت أو قد تهاوت أمام هكذا أزمة في ساعات. صراحة الأكسجين هو الكل يعرف ان الاكسجين هو اهم شيء في الحياة. نعم، يعني بدون الاكسجين دكتور لا يمكن ان يعيش الانسان، ونحن نعلم ان المصابين نعم دكتور المصابين دكتور حسين يعني ما اعلنت عنه وزارة الصحة وايضا وزارة الصناعة بتزويدكم بكميات الاكسجين، هل هي كافية؟ هل انهت الازمة في قنان الاكسجين او كمية الاكسجين؟ نعم، شكرا لسؤالك، بس خليني أوضح يعني النقطة بعدين أصل تفضل. السؤال صراحة يعني الأكسجين كلش مهم في أزمة كورونا. المرضى هم الخلل عندهم بالجهاز التنفسي اللي يجيب لهم أكسجين، لذلك يحتاجون الأكسجين، ومو كل المرضى اللي بكورونا هم مصابين بكورونا يحتاجون الأكسجين. العدد اللي يحتاج هو تقريبا 10 إلى 20% من المرضى المصابين، لازم نحددها بكادر الطبي. نعم،
اثنين هل العدد كافي؟ احتياج الاكسجين الصراحة في بريطانيا اصبح خلل هناك في الاكسجين في ازمة كورونا، وكذلك في مستشفيات فرنسا، لانه انت تعرف كل الزين الاعداد اللي تجي خارج يعني قابلية او نطاق قابلية المستشفى حتى لاحتواها. اثنين الاكسجين قد يكون هذا ما مهيئ له بشكل صحيح. ثلاثة الحالة النفسية والسايكولوجية للناس يعني للهلع، يعني انت الانسان من يطلب ابرة حبة باراسيتول وعنده وجع في مكان ما في جسمه مو مثل اللي يريد دكتور أكسجين لو سمحت يعني باختصار إيه؟ هل يعني فهذا هل أزمة يعني الأكسجين انتهت في المحافظة؟ هل العدد أو ما أرسل من بغداد لا حتى أنهى الأزمة؟ صراحة أنا شوف أستاذ مرة خصتك حتى تكون الأمور واضحة للجميع ومتسلسلة، وحتى الناس تعرف شنو أزمة كورونا وشنو الأكسجين. رجاء انطيني مجال تفضل. أنا بالقناة العراقية اللي هي القناة الممثلة للعراق اليوم، وأنا أريد أوصل كلامي لدولة رئيس الوزراء وللأمين العام وللوزير الصحة والسلطات المعنية حتى يعرفون شنو تفضل. أزمة كورونا وشنو، والناس حتى تعرف يعني شنو الأكسجين والأزمة بالناصرية شنو وشنو اللي صار يعني حتى انا عندي معلومات جيده عن الاكسجين راح افيدك بها، وصراحه احنا ممكن نسيطر عليها، وصراحه الازمه مال الناصريه ممكن تحدث باي مكان بالعراق، فاللي ارجو شويه بهدد الوقت مالتي. نعم تفضل. فانا احكي لك انه الاكسجين اللي صار بالناصريه هو من خلال الهلع اللي صار بالناس انه تحتاج اكسجين اكثر، هي الازمه مو حقيقيه صراحه. انتم تعرفون دائما يصير عندنا ازمات بالعراق، لما تجيها تلقاها ازمه مو حقيقيه صح، يعني انا اقول لك الناس احتاجت اكسجين، صار عندنا نقص بالاكسجين، ضلينا مده تدخل من جهات رئاسه الوزراء محافظه ذي قار كل الناس كل صرنا فريق عمل لتجهيز الاكسجين وتم معالجته. الصراحه يعني الاهالي او الناس يجون باعداد غفيره للمستشفيات في سبيل انقاذ مريضه يجيب له اكسجين، صار تسريب باستخدام الأكسجين يعني صار عدم ترشيد باستخدام الأكسجين، فلذلك أصبح هناك نقص بالأكسجين. نعم دكتور يعني أعتذر لضيق الوقت لكن دعني أستثمر الوقت ما معك. صار نقص أكسجين لدي عدة أسئلة. لماذا؟ لأن قللنا عدد المرافقين. قللنا نعم 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 نعم, نعم سأتحدث عن هذا الموضوع. يوم أمس وزارة الصحة وعبر وكيل الوزير صرح قال أن الأزمة أو تفاقم عدد الإصابات والوفيات وأزمة نقص الأكسجين لا تتحملها المؤسسات الصحية فقط، إنما ذوي المرضى أو أهالي المرضى يتحملون جزءا. ممكن توضح لي ما هي المسؤولية التي تقع أو التي يتحملها ذوي المرضى؟ نعم، المسؤولية اللي يتحملها ذوي المرضى، احنا اليوم بالمؤسسة الطبية المفروض مرضى الكورونا يدخل بس المريض، ماكو يا مرافقين، اكو يعني لانه المرافق الصراحة خطر عليه انه يدخل ويا المريض، وبنفس الوقت احنا نحتاج المرافق لان الحالة النفسية مال المريض، وممكن العناية يعني ما يطمئن العناية بابوه او ما يطمئن، فلذلك بس هو صراحة شيء خاطئ، بس احنا اجتماعيا بالعراق هذا صحيح. لانه نريد احد يكون يم المريض قريب من عنده، بس هذا علميا خاطئ لانه راح يسبب التهاب وينقله لاهله، بالتالي لازم احنا نقلل بالناصريه تحديدا، وهذا صراحه عاده مستديمه بالناصريه انه المريض من يتمرض كل اهله يجون وياه تقريبا او خمسه من افراد عائلته، وهذا ما يصير يعني بالمستشفيات، وهذول طبعا من يشوفون ابوهم صار عنده احتياج للاكسجين كلهم يروحون يجيبون اكسجين، ياخذ له خمس قناني ويحتفظ بهن. هنا طبعا شوف الازمه مال كورونا هي ازمه نعم يعني توضحت الصوره دكتور تصحيح لحظة. شكرا لك دكتور حسين عضو خليه الازمه في محافظه ذي قار، وانا نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم وايضا السلامه والصحه للجميع. وانتقل ايضا مشاهدينا الكرام الى مراسل العراقيه الاخباريه في محافظه السليمانيه، مرحبا بك سيف حقي. سيف، بعد ارتفاع عدد الإصابات والمواقف ارتفاع في الأعداد، ضعنا في الموقف الوبائي هذا اليوم. نعم
نعم، يعني خلال الأربعة أو 20 ساعة الماضية سجلت وزارة الصحة حكومة الإقليم في محافظة السليمانية 173 إصابة، يعني موزعة بين مركز المدينة والباقي على الأقضية والنواحي التابعة لها. ليرتفع عدد الإصابات، يعني عدد الإصابات التراكمي إلى 3342 حالة، يقابلها 748 حالة شفاء. وعدد الوفيات أيضا سجلت محافظة السليمانية يوم أمس عدد 4 حالات وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة في السليمانية إلى 111 حالة وفاة. الآن ما يقارب 2442 مريض بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة. وكذلك كان هناك بيان أخير لخلية الأزمة والمتمثلة بمحافظة السليمانية بغلق مركز المدينة من السيارات فقط، يعني الحيلولة دون ارتفاع الإصابات، وكان هذا إجراء احترازي. وكذلك غلق الدوائر في عموم محافظة السليمانية وحدود السليمانية، وهناك غرفة عمليات مستمرة بتقديم الخدمات للمرضى، وكذلك إيجاد الحلول السريعة للحيلولة كما قلت دون ارتفاع الأعداد. الأسباب التي كما جاءت من خلال يعني اتصالنا بالجهات المعنية بهذا الخصوص هو يعني عدم التزام والتطبيق المواطن بالإرشادات الصحية، وكذلك التخفيف من حظر التجوال، كل هذا زاد حالات الإصابات. دعت خلية الأزمة هنا في السليمانية إلى ضرورة تطبيق الإرشادات الصحية وفرض غرامات كبيرة خاصة على مجالس العزاء ما يقارب 2 مليون دينار، يعني غرامة فرضت لكل من يقيم مجلس عزاء. نعم، وكذلك سيف. تغريم كل من لم يطبق الإرشادات الصحية في الأماكن العامة 50,000 دينار. نعم سيف. كذلك يعني موضوع المستشفيات هنا في السليمانية بصراحة عدت خطة من قبل إدارة المحافظة لا سامح الله لو استمرت هذه الزيادة بالأعداد، وفرت إدارة المحافظة فنادق بديلة خاصة جيد الحالات سيف. التي وصلت الفكرة، ونتمنى لكم الأمان والسلامة والصحة في محافظة السليمانية ولجميع المواطنين هناك. ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 34,644 حالة بعد تسجيل 30 وفاة جديدة، ويبلغ عدد الإصابات النشط حاليا 186,755 حالة حسب بيانات قدمتها هيئة الدفاع المدني الإيطالية. تعد ألمانيا من أكثر الدول التي تصدت لوباء كورونا نتيجة للإجراءات الصارمة التي نفذتها الجهات الصحية والأمنية في البلاد. فبالرغم من تجديد هذه الإجراءات إلى أن هذا الفيروس قد ظهر من جديد في أحد المصانع لإنتاج اللحوم غرب البلاد، وهو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات الحجر الصحي من جديد. تتصدر أزمة كورونا حديث الساسة والشارع العام في ألمانيا التي استطاعت ولغاية الآن السيطرة على الوباء بخسائر أقل من جاراتها الأوروبية. فبعد أن أعيدت الحياة الطبيعية إلى الشوارع والمحال العامة في ألمانيا بعد تراجع بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، ظهرت بؤرة جديدة للفيروس، وهذه المرة في هذا المصنع لإنتاج اللحوم غرب ألمانيا، مما دعا الحكومة المحلية إلى إعادة العمل.